بسم الله والابن والروح القدس الاله واحد امين. كل عام وانتم بخير. الحقيقه الموضوع النهارده موضوع شيق ورائع جدا وفي جمال الغايه. الحمد لله ونشكر الله على فضله ونعمته. لابد للروح ان يكون لها ثمر في الانسان، لان الرب يقول من ثمارهم تعرفونهم، متى 8 آية 20. كل شجرة لا تصنع ثمرا تقطع وتلقى في النار، والثمر الجيد هو ثمر الروح القدس وليس ثمر الجسد. والروح الإنسانية التي تصنع ثمرا هي التي تشترك مع الله في العمل وتدخل في شركة الروح القدس، 2 كورنثوس 13:4. وإن اشتركت روح الإنسان مع الروح القدس سوف تستطيع أن تشترك الجسد أو تشرك الجسد معها وتقود في العمل الروحي. إذن ثمر الروح هو ثمر الروح التي قادت الجسد وصارت هي وهو تحت قيادة الروح القدس. يعني الروح قاعدة بتصلي ربنا، هتخلي الجسد يرتفع معها ويطلع لفوق عشان تبقى تحت قيادة وريادة الروح القدس. ذلك لأن كل الذين يتقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. فهل المقصود بثمر الروح هو ثمر الروح الإنسانية أم ثمر الروح القدس؟ الإجابة هي شركة الروح القدس مع الروح الإنسانية. ذلك لأن الروح الإنسانية وحدها لا تستطيع وحدها أن تعمل شيئاً بدون شركة روح الله معها. الإنسان هو هيكل لروح الله. الإنسان هو هيكل لروح الله، وروح الله ساكن فينا. روح الله ساكن في الإنسان ويعمل، ولكن يلزم استجابة الإنسان لعمل الروح فيه، لعمل الروح فيه. الحقيقة الممتعة والحقيقة الرائعة، نعم وكل النعم، إننا نعلم وبكل اليقين أننا ما دمنا نعطي الفرصة له. وكيف الله الذي أحبنا وأعطانا نعمة الروح القدس وموهبة الروح القدس ومن ثمار الروح القدس؟ الحقيقة انظر، وقد شرح، وهو هنا يأتي ثمر الروح نتيجة لهذه المشاركة. طيب، وإلا فقد العمل قمته ولم تعد له مكافأة. وقد شرح الرسول ثمر الروح فقال: وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول إناء، لطف، إصلاح، إيمان، وداعة، تعفف. تاني: وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول إناء، لطف، صلاح، وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول إناء، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. ونحن نود في هذا الكتاب أن نحدثك عن هذا كله في إيجاز وتركيز، لأن كل واحدة من هذه الثمار التسعة قد تحتاج إلى كتاب خاص. وأصدرنا كتابا عن المحبة، وآخر عن الإيمان، وآخر عن الوداعة، ولكن رغبة في تجميع الأفكار وعدم تشتتها، نشرنا لك هذا الكتاب عن ثمر الروح كله معا. المحبة من ثمر الروح واحد المحبة. أود أن أبدأ معكم سلسلة جديدة عن ثمار الروح، هذه التي شرحها الوحي الإلهي على لسان بولس الرسول
قائلا: وأما ثمر الروح فهو محبة، سلام، محبة، سلام، تاني ود والم... أن أبدأ معكم سلسلة جديدة عن ثمار الروح القدس على لسان بولس الرسول قائلا: وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول إناء. فرح، سلام، طول، محبة، أولى ثمار الروح القدس. المفروض للإنسان أن يكون هيكلا للروح القدس ويكون روح الله ساكنا فينا، وقد أرسل لنا السيد المسيح الروح القدس لكي يسكن فينا إلى الأبد، ولكي يعمل فينا ويعمل بنا ويكون لعمله فينا ثمار هي ثمار الروح القدس. وفي مقدمة ثمار الروح القدس المحبة والفرح والسلام، ونبدأ بفضيلة المحبة وعلاقتها بالفرح والسلام. أهم ما أريد أن أكلمكم عنه في المحبة هو محبة الله ومحبة الخير، وكل منهما تؤدي إلى الأخرى. محبة الله توصل إلى محبة الخير والفضيلة، ومحبة الخير والفضيلة توصل إلى محبة الله، وكل منهما تقوي الأخرى. محبة الله توصل إلى محبة الخير، الفضيلة، الخير توصل إلى محبة الله، وكل منهما تقوي الأخرى. إذن أحب إنسان الخير. إذا أحب إنسان الخير لا يكون له صراع مع الشر. كثيرا من الناس يضعون حياتهم في الصراع مع الخطية أو في مقاومة الشيطان لكي يصلوا بهذا إلى الحياة التوبة. وحياة التوبة هي البعد عن الخطية التي يحبونها. أما الإنسان الذي يحب الخير فقد ارتفع فوق مستوى التوبة وفوق مستوى الصراع مع الخطية. عبارة الجسد يشتهي ضد الروح، والروح يشتهي ضد الجسد، هي عبارة خاصة بالمبتدئين الذين يجاهدون ضد الجسد غير الخاضع للروح. عبارة الجسد يشتهي ضد الروح، والروح يشتهي ضد الجسد، هي عبارة خاصة بالمبتدئين الذين يجاهدون ضد الجسد غير الخاضع للروح. أما الجسد النقي البار الذي يحب الخير فهو لا تشتهي ضد الروح. الإنسان الذي يحب الخير لا يجاهد للوصول إلى التوبة، إنما كل جهاده هو للنمو في محبة الله ومحبة الخير. إنه جهاد إيجابي وليس جهادا سلبيا. إنه انتقال من درجة في القداسة إلى درجة أعلى منها. إنه جهاد لذيذ بلا تعب، إنما يتعب في جهاده الإنسان الذي يقاوم نفسه، نفسه التي لا تحب الفضيلة بل تحب الظلمة أكثر من النور. أما الذي يحب الخير فقد دخل إلى راحة الرب، دخل إلى سبته الذي لا ينتهي، يتدرج فيه من خير إلى خير أكبر بلا تعب بلا تغصب. إن فضيلة التغصب ليست للقدسين، يحبون الخير، فالذين يحبون الخير لا يغصبون أنفسهم عليه بل يفعلونه تلقائيا بلا مجهود. الذي يحب الخير لا يرى وصية الله ثقيلة، بل يحب ناموس الرب. في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا.
صدق يوحنا الرسول عندما قال: ووصاياه ليست ثقيلة. إننا نشعر أن وصايا الرب ليست ثقيلة حينما نحبها ونتغنى بها ونقول: وصية الرب مضيئة تنير العينين، فراءة الرب مستقيمة تفرح القلب. إن الذي يحب الرب ويحب الفضيلة قد ارتفع فوق مطالب الناموس ودخل في الحب. إنه يفعل الخير بلا وصية، بلا طبيعته الخيرة. ليس هو محتاجا إلى وصية تدعوه إلى الخير. إنه يفعل الخير لأن الخير من مكوناته كصورة الله. يفعل الخير كشيء عادي طبيعي كالنفس الذي يتنفسه دون أن يشعر بداخله أنه يفعل شيئا زائدا وعجيبا. ولهذا فأنه لا يفتخر، إذ أنه بنظره شيء طبيعي.